السلام عليكم خوتي الموالي، تحياتي لكم. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا ندير واحد الفيديو على حساب الحميمات ديالنا. راه عزلناهم، راه درنا الديكوره هنا ودرنا الاينات هنا وشي شنيبرات. عندنا واحد الدكر اللي هو محتل لينا هاد السجنه، يعني حيدناه من هاد السجنه ودرناه في هاد السجنه باش الديكوره يعني الصغار كاملين انهم يشدوا بلايصهم. ومن هنا غادي نقدموا لهم واحد الوصفه طبيعيه اللي غادي تخلي لنا يعني الحمام انه حسيت بها انا بالله، حسيت بالستريس والبارح يعني تعنكشت معاهم باش نحولهم لهنا. اليوم غادي نحاول نعطيهم واحد الوصفه باش انني نقد لهم مصيرنات. للعلم ان الحمام يعني ما مريض ما والو، نعطي هذه الوصفه هذه وكنعطيها ديما، يعني ديما انا كنعطيها للحميمات ديالي. وتبارك الله راه الحميمات بواحد الصحه مزيانه. وخليكم معنا. الوصفه ديالنا كتحتاج واحد الميلونج اللي هو يعني فيه السكريات، فيه البروتين، فيه الدهون، زائد هاد المكملات الطبيعيه. بالنسبه لهذه راه فيردو بير ديال ناتورال، هاد الشيء اللي بقى لي انا. هنا الوصفه ديالنا ديال الزعتر الازير و سميتو القزبور حبوب تيطحنو تيوليو غبره، كنزيد عليهم واحد المعلقه ديال القرفه. هذه راه كنعطيها لهم، هذه راه فين يبان داك مورغود راه حسن منه. المهم بالنسبه لي انا ما عمري جربت دوك المكملات، كنجرب هادشي طبيعي والحمد لله كنشوفوا النتائج ديالنا في حمامنا. هنا البارح الوالد جاب داك راه النبق مشطحنو، قال لي راه مزيان المعده وهادي، وحنا خديناه حتى هو نعطيوه للحميمات ديالنا. هادو هو يعني الحويجه الثلاثيه. كاين هنا يعني الزيت ديال الثومه، راه هنا راه كنحك الثومه وكنديرها مع تنديرها في القريعه وتنزيد عليها الزويته، راه غير هنا ما بقاتلياش ماشي مشكل. هنا كاين الزيت ديال زريعه الكتان، هاد الزيت ديال زريعه الكتان بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني الماكله ما فيهاش الاوميغا 3 والاوميغا 6، راه الزيت ديال زريعه الكتان يعني بالنسبه يعني الا كنتي داير في الماكله زيت زريعه الكتان، حاول ان الزيت هاد الزيت هادي ما تعطيهاش للحميمات، غير ديك الماكله يعني ديك زريعه الكتان اللي عندك في الماكله يكفي انها تعطي. بالنسبه لهاد الاكل هذا راه غير كندوز به دابا الفينيسيون ديال البداله. من موراها ان شاء الله غادي ناخذ لهم واحد الاكل اللي هو سبور، وواحد الاكل اخر اللي هو ديبيراتيف، وواحد الاكل اللي اخر اللي توب انرجي. هما باش غادي نخدم ان شاء الله في وقت يعني باش التدريب، باش الحمام ديالنا يطير واحد المده ديال ساعه المكانه وينزل بحال ما كاين والو، وفي نفس الوقت يريكيبيري يعني تيسترجع داكشي كاع اللي فقد. وهاد الحويجات هادو غادي يلاحظوهم الاخوان اللي غادي يبدا يترينيو بحمامهم، حمامهم غادي يولي ضعاف. المهم ما عليناش، هادي راه ما غاديش نستعملها، هادو اللي غادي نستعمل. كنجيبو المويكله ديالنا كيف العاده، كناخذو معلقه على حساب الاكل. انا عندي هنا كيلو ونص ديال الماكله، كندير معلقه ونص يعني في ليزمان. الولاعه راه بسيطه الخوت، الولاعه ما تحتاجش شي حاجه، كثرت المكملات بحكم التجربه المتواضعه ديالي في هذا الميدان هذا، وبحكم انني المولوع الوحيد في المدينه ديالي وكنقلب يعني المعلومات ديالي ما عطاوهاش ليا ناس هنا، كنقلب وكنبحث وكنعرف نميز الهضره ديال الناس. الحمد لله راه عرفنا ناس كتزيد داكشي عينك ميزانك، يعني انت كتعرف اش تعطي الحميمات ديالك. هذا الخروب اول مره صراحه نعطي الخروب للحميمات. هذا اودي النبق، بالنسبه لهاد النبقه الخوت راه باقي فيه واحد دوك الحبوب ديال النبق ما مطحونينش. جبت اللعيبه باش كنصفي الماكله ديالي، وغادي نحاول ندير لهم واخا راه زلقنا واحد شويه منه. المهم نتمنوا الحميمات مي نتمنوا الحميمات ديالنا ما ياكلوش هاد. ها انتم شوفوا الخوت، يعني ديك هاد الحويجات يقدر ياكلهم الحمام ما يديرش ما يهضمهمش، مابقاش قاصحين في الهضم.
على رويح الله. هذه هي المويكله ديالنا الخوت. المهم شفنا دابا المويكله اللي غادي نقدموا للحميمات ديالنا. هادو هما الحميمات ديالنا، نتمنوا فيهم الخير، نتمنوا الخير لجميع الاخوان. بالنسبه لهنا راه كاين تقريبا هاد الذكر وهاد الذكر، ما باقي كلشي نتاوي وشي شنيبرات. ها هما الحميمات. ديما الخوت المراقبه ديال يعني البوزيقات، يعني تبقى تنيطوي وتراقب البزقه باش تعرف الحمام ديالك شنو. الحميمات راه قاتلهم الجوع. دخل 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 دخل، يلا زيد 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 زيد. هادو هما الإناث، نتمنوا فيهم الخير. الشرابة كان قال لي واحد الأخ يعني هز الشرابة من الأرض ما تحطهاش ليهم، راه هادي هي بلاصتها أخويا، راه هنا غير كنحطها ليهم باش أنهم يديروا ديك الشربة الأولى مجموعين. هذا ما كان كاين بعض الحمامات هنا يعني هما تيبدلوا الراس. هادي راه تقريبا العمر ديالها قد هاد الصدام وقد هاد النتوة الصفراء. بالنسبة لهاد الذكر عاوتاني العمر ديالو تقريبا قدو قد هاد النتوة الكحلة وقد هادي، راه خواتاتو من الأم ديالو كما كتشوفوا. الحميمات يعني هادي خلاص راه الأخت ديال الذكر اللي ديال الأسبيجو، حتى هي راه قد العمر ديال هاد الذكر الطوبي. هاد النتوة خلاص هادي من الحمام ديال السرعة اللي في اللوفت ديال أخوكم الشلاح الملالي. ايوا نتمنوا الخير. بالنسبه لهاد الحميمه ماشي هادي واقيله، لا هي هادي راه خالتها، هادي راه خالت هذيك الانثى هذيك، وهاد الذكر حتى هو خالها. ايوا نتمنوا الخير. كاينين هاد جوج خواتات عاوتاني، الله يسخر الجميع الاخوان. هادي هي التوليعه ديالنا، هادو هما الحميمات ديالنا. ان شاء الله دابا غادي نخليهم واحد 3 ايام في السجنه، ما غاديش نطلقهم. من موراها غادي نهز هاد الذكر صدام والذكر الاخر اللي لهيه، غادي نديهم للسجينه الاخرى باش غادي نولي نخدم مع الحمام دابا، يولي الذكوره يطيروا بوحدهم والاناث يطيروا بوحدهم، باش ان شاء الله فاش غادي ندخل يعني في التداريب باش يعني الحمام نولي نخرجوا على اللوفت تما، فاش غادي نشد الحمام وغادي نزاديه باش نخدم لا موتيفاسيون. يعني الحمام خاص يتزاد وخاص يبيض، اما ديك الهضره ديال تجيب الحمام وت في النهار المطلق تجيبو وتطلق الذكوره مع نتاو وتقول لي راني كندير الموتيفاسيون، راه خويا راه مازال خاص يتعلم شحال من حاجه وخاص يتفهم شحال من حاجه. نتمنوا الخير من جميع الاخوان. بالنسبه للاخوان يعني اللي تيبحثوا على التدريب وكيفاش يدرب حمامهم وكيفاش يوصل حمامه لواحد النيفو عالي يعني من استخلاص الاكسجين، يعني المهم استخلاص الاكسجين بواحد النسب متميزه وتستافد منها الجسم، هادشي كنوصلوه بالتدريب. وهادشي غادي تشوفوا الاخ سفيان البقالي بطل المغرب، تحياتي ليه من هذا المنبر وتحياتي لكاع العداء. وغادي تشوف تبارك الله الناس فين وصلوا، وليني بالتدريب ماشي بخلط ليها واعطيها اعطيني البروغرام اعطيني كذا اعطيني كذا. هادشي راه ما خدامش الخوت. وغادي يعني الناس اللي شحال هادي تيقول لي راه مازال مبتدئين، وتجي تسول عليهم هادو راه سابقيني في الولاعه وكتسولو كذا تيقول لك راه مازال مبتدئ. واخويا راه خاصك تتعلم، خاصك تفهم كيفاش تولع مع حميمات ديالك. هادو هما يعني الاناث ديالنا، راه كل وحده راه شاده بلايصه ديالها، مهم نحاولوا ما نطولوش على خوتنا. بالنسبه لبعض الاخوان تيشوفوا هاد الحميمات هادو تيقولوا يعني هاد اللوين، هاد اللوين راه تيلعب اخويا عندي. بالنسبه لهادي راه لعبات عندي تبارك الله. المهم جوج مطلقات، كان واحد المطلق كارثي صافي، وانا نحبس نتاوي وانا نلعب غير بالذكوره، والحمد لله لعب بسبعه الذكوره تبارك الله تتل اخر مطلق وديما يعني داخل في الريزلطه والحمد لله. على كل حال يعني الواحد خاصي ديما يصفي حمامو. نضربو دويره دابا حاليا على السجينه ديال الدكور. هنا الدكور ديالنا كما كتشوفوا راه شويه مقلقين. هذاك لوكار اللي تما هذا راه ديال يعني الاب ديال هذا، واحد الذكير راه كاين في البروديكسيون. هذا خلاص لوكار ديال صدام، وكاين هذا لوكار ديال داك الذكر الاخر اللي لهيه. صوت هنا واحد جوج ديال لي كاليبوتي كما كتشوفوا، شو كيطلعوا داكشي راه طلع تبارك الله زوين. مازال غادي نزيد جوج اخرين، علاش؟ حيت هاد لوكوره التحتانيين يعني تقدر تجمع ليا فيهم الغبره، يعني الديكوره اللي غادي يكون عندي في لوكوره التحتانيين هنا يقدروا يكونوا يعني تقاسوا. هذا مكان الحميمات باحسن حالتهم،
نتمنوا فيهم الخير. بالنسبه للسلاله اللي عندي هنا كثيره هي السلاله ديال الكاتالوني. كاين هادو، هذا حفيد الكاتالوني، دابا الاب ديال هذا جد هذا هكاك، وهذا حفيد الكاتالوني، يعني الكاتالوني هذا راه ولده مع واحد نتوه تبارك الله ديال فيتاس دو ميفون، وهذا ولده مع الحمامات، يعني ولده مع الصبليونيه، وهذا يعني ولد الكاتالوني مع واحد نتوه كانت عطياني مزيان في الفيتاس اختها. نزيدو عاوتاني ندوزو لهذا عاوتاني، هذا ولد بنت الكاتالوني، وخلاص هذا وهذا وهذا اللي هنا هادو حفاد الكاتالوني. بالنسبه للحمام الاخر اللي كاين، كاين الذكر تبارك الله ولد الدوبل كانو، واحد الذكير عندي عطالي الاخ يونس فاتيح، وتحياتي لخويا فاتيح. صافي هادو هما الحميمات اللي عندنا، يعني السلاله الكاتالوني محتله. وكاين عاوتاني هذا، يعني دابا جد هذا هو الاب ديال هذا، دابا هذا جدو هو الشريف الوزاني، وجدو الاخر هو الاب ديال صدام، زائد يعني خالو هو الاسبيجون اللي دا ليا الاسبيجون فيتاس هاد العام. هادي هي التوليعه ديالنا الخوت، هادو هما الحميمات اللي كان يعني ديما البوزيقه، ديما باش تعرف الماكله موافقه ليك حمامك البزقه خاصها تكون صغيره، قلبو بحتو، يعني اللي عنده شي حاجه انه يقول لي مثلا لا ما يمكنش، وهادي تقدر تبحث اخويا ما كاينش مشكل. هادو هما الحميمات ديالنا. كاين هذا عاوتاني، يعني هذا خوه من باه هو الاسبيجون، خوه من مو هو الكاتريام 405 ايتباها، وخوه من باه يعني كاتريام تا هو ويتيام في تيزنيت، يعني خوه من باه هو صدام، وخوه من باه هو الاسبيجون. هكا كنخدم مع الحميمات، يعني الحميمات اللي تيلعبوا ليا مزيان هما اللي كنبدا ندير، كنبدا نكثر منهم. ايوا الحمد لله، هذا هو يعني هذا واحد الذكير عطى لي الاخ فؤاد، تحياتي لخويا فؤاد، ها هو تبارك الله. ان شاء الله نخليه، هذا غادي نحيدو من هنا حيت ما عندوش الخاتم باش يلعب، غادي نحيدو غادي نخليه في البروديكسيون. ايوا نتمنوا الخير. هادو هما الحميمات عندنا، حميمات يعني بساطين، حميمات قليولين، ولكن الخدمه، الخدمه اللي كنخدم معاهم خدمه احترافيه، خدمه اللي تبارك الله ما يقدرش شي واحد يخدمها من الناس اللي كيعطيو المعلومات. شوف غادي تشري هاد البرودوي وغادي تشري هاد البرودوي وغادي يجي الحمام وغادي تكدا وغادي، خويا والله خويا هادشي الا غير تضيعوا فيه فلوسكم. الناس راه الناس اوروبا راه تيلعبوا بالماكله والماء، وتيوصلوا الحمام لواحد النيفو اللهم بارك، بلونطريمو بالريكيبيراسيون، بطريقه التعامل ديالهم، بالسجاني اللي عندهم. وحنا كنطوروا الولاعه بخلط الخلطه السحريه، الخلطه الوصفه الطبيعيه، داكشي الوصفه الطبيعيه، الخلطه السحريه، داكشي راه المهم خاص تعطيه الحميمات ديالك ضروري، ولكني باش يعني تتبقى مركز داكشي على هاد الحويجات راه ما غاديش تفهم شنو هي الولاعه. انا نلخص لك الولاعه في دقيقه. المهم خوتي الموالي، انا نلخص لكم الولاعه خوتي في دقيقه المكانه. الحمام اش يحتاج الحمام في الجسم ديالو، ولا اي مخلوق اي كائن، يعني اي كائن على وجه الارض اش يحتاج في الجسم ديالو؟ تيحتاج السكريات، البروتينات، الدهون، المعادن والعناصر النادره، والفيتامينات والالياف. كما قلنا خمسه تيمشيو في الدم، الالياف ما تيمشيوش في الدم، الالياف تتغذاو عليهم البكتيريا النافعه. السكريات والدهنيات كيعطيونا طاقة، يعني تيساعدونا في المهم تيعطيونا الطاقة، تينتجوا لينا الطاقة. الفيتامينات تيخدموا كأنزيمات مساعدة، وكيحميوا لينا الحمامة من التضمر ديالها ومن دوك مضادات الأكسدة، وشحال من حاجة تيديروها الفيتامينات. زائد الأملاح المعدنية تيخدموا لينا المناعة، تيقويوا الجسم، تيقلصوا يعني العضلة، تيكبروا الهيكل العظمي، يعني النمو ديال الحمامة، تيدخلوا في دوك التفاعلات وتيدخلوا في إنتاج الطاقة. لحقاش الفوسفوكرياتين بالفوسفات، كيكون فوسفو كرياتين تنزيدوا عليه جوج فوسفاتات، وكنزيدوا عليه فوسفات اخرى باش يعطينا انه تيعطي تنتج لينا الطاقه. هادشي راه تيشرحوا الحاج الروقي، والناس بزاف يعني كتقلب على الخلطات وهادي. بالنسبه للبروتيين، داكشي اللي كتفقد الحمامه، الريش اللي كيطيح ليها، الجسم ديالها اللي تينمو، مش حال من حاجه.
هادو هما هادشي اللي كتحتاج الحمامه، زائد واحد السجنه اللي هي تكون صحيه يعني مرتاحه الحمامه فيها، زائد الحمامه تكون يعني الريش منطقوب. هاد المسائل هادو يعني ضروري، زائد التدريب، التدريب ثم التدريب. راه ما تجيش وتقول لي غادي نخلط ونعطي ونفورسي ونضرب وندير، راه والله ما دير شي حاجه. نصيحه من عندي خويا المولوع، نتمنى تدخل الفيديوهات اللي فاتوا وتشوف كيفاش تيمر التدريب ديال الحمام وعلاش كندربوا الحمام، باش ما توصلش ليك الوقيته وتبقى تسمع فورسي على الحمام. غتبقى تفورسي على الحمام، غتلعب المطلق الاول، المطلق الثاني بربي داك الحمام لا طار ثلث ساعه ما يطيرهاش بالتجربه، ثلث ساعه ما يطيرهاش، واللي قال شي حاجه يصور ويبين وياكد لبنادم. ان شاء الله انا غادي نخدم بهذه الخدمه هذه اللي كنخدم مع الحمام، غادي نبدا نعطي ديما نويطات فين غادي الدراري يستافدوا ويعاونوا حمامهم ويتعاملوا مع حمامهم بطريقه احترافيه. تحياتي لخوتي جميعا، ان شاء الله غادي نشوف فيديو جديد ومعلومه جديده كيف العاده.